بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية التي قبلها هي قوله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إلى قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الدنيا وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا إليها، وسمناها دار السلام. دار السلام يعني التي هي سالمة من الآفات والنقائص. إذا كان حال الدنيا كما سبق ذكره حاصلة بالآفات والنقائص، فإن الآخرة هي دار السلام، أي السلامة من الآفات والنقائص، لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضة للآفات كما مر. فقال سبحانه وتعالى: إذا كان هذا حال الدنيا فإن الله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو الخلق بتوحيده إلى جنته، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي دين قيم يرضاه وهو الإسلام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا النظر فعرفوا مكر الدنيا والشهوات فأعرضوا عنها وتوجهوا إلى الله تعالى فعبدوه كأنهم يرونه، لأن هذا هو معنى الإحسان. الذين أحسنوا الحسنى يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا معنى الذين أحسنوا، أي عبدوا الله كأنهم يرونه. والجزاء وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أنهم أحسنوا جازاهم الله سبحانه وتعالى بالحسنى من نفس جنس عملهم. والمقصود الحسنى يعني المثوبة الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى الصفة يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة. ثم هناك فضل وزيادة على هذه المثوبة وهي التفضل من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله. وأعظم أنواع هذا الفضل النظر إلى وجهه تعالى الكريم، ولذا تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من الصحابة والتابعين، ورفعها ابن جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى وكعب بن عجرة وأبي رضي الله عنهم وكذا ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب ما ينظرون إليه عز وجل، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم أيضا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة زيادة الفضل فوق الحسنى، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يرهق وجوههم قطر، يعني ولا يغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا والشهوات. ولا ذلة، يعني ولا يوجد على وجوههم أثر الذل والهوان وكسوف البال من أثر الالتفات إلى ما دون الله تبارك وتعالى. وفي تعقيب الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسير الزيادة بالرؤية الكريمة، يعني تعقيب الزيادة، تفسير الزيادة بأنها هي يعني
بعد ما ذكر للذين احسنوا الحسنى والزيادة قال ولا يرهق وجوههم قصر ولا ذلة. هذا مما يؤكد ويؤيد ان معنى الزيادة هي النظر الى الله سبحانه وتعالى، فان فيه تنبيها على اكرام وجوههم بالنظر الى الله تعالى. هذه الوجوه التي كرمت وشرفت بالنظر الى الله سبحانه وتعالى رزقها الله الحسنى وزيادة وهي رؤية الله عز وجل، فمن شأن هذه الوجوه التي أكرمها الله سبحانه وتعالى ومما هي جديرة به ألا ترهق هذه الوجوه بقدر البعد ولا ذلة الحجاب عكس المحرومين المحجوبين، فإن وجوههم مرهقة بقدر الطرد وذلة البعد. فلما قربوا من الله وكرمهم عز وجل بالرؤية وزيادة كان من شأن هذه الوجوه التي أكرمها الله ألا تهان وأن يغشاها قطر ولا ذلة لأنها صرفت بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك أي الذين أحسنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات الشرك والمعاصي جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم أي واق يقيهم العذاب. كأنما أغشيت وجوههم كأنما ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفرض في سوادها ولشدة ظلمتها، لشدة هذه الوجوه السواد والظلمة التي على وجههم والعياذ بالله بسبب الشرك والمعاصي، فكأنهم لبسوا ثوبا على وجههم ثوبا أسود، غطى وجوههم بهذا الثوب الأسود. كأنما أغشيت أي ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل مظلما لفرض سوادها وظلمتها، وذلك لارتكابهم الهيئة المظلمة من الميول الطبيعية والأعمال الردية. والقصد الإخبار بأبدع تشبيه عن سواد وجوههم أنها شديدة الظلمة والسواد إلى حد أنه يخيل الراجل أنها قد لبست ثوبا أسود على وجوهها. وقد ذكر هذا المعنى في غير ما آية أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ثم بين تعالى ما ينال المشركين يوم الحشر من التوبيخ والخزي، فقال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم نحشرهم جميعا يعني نحشر المشركين ومعبوداتهم، نحشرهم جميعا هذا الضمير عائد إلى المشركين ومعبوداتهم التي عبدوها من دون الله، لماذا؟ للمقاولة بينهم. ثم نقول للذين أشركوا أي أشركوا معبوديهم بالله، طبعا هؤلاء في هذه الحالة وقد حشروا مع هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها، ماذا يتوقعون؟ يتوقعون أن تدفع لهم هذه الآلهة كما كانوا يؤملون من قبله، فيجمع الله سبحانه وتعالى ويحشر العابدين والمعبودين من دونه في نفس الموقف أو الذي يتوقعون فيه حصول شفاعة هؤلاء الأنداد لهم، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم مكانكم أنتم وشركاؤكم أي إلزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. قال القشاني معناه قفوا مع ما وقفوا معه في الموقف من قطع الوصل والأسباب التي هي سبب محبتهم وعبادتهم، وتبرؤ المعبود من العابد لانقطاع الأغراض الطبيعية التي توجب تلك الوصل. فزيّلنا بينهم يعني مع أنهم في موقف واحد مجموعين في صعيد واحد لكن مع ذلك فرق الله سبحانه وتعالى بينهم، فزيّلنا بينهم فرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي بينهم، فلا يبقى من العابدين توقع شفاعة ولا من المعبودين إفادتها ولو أمكنتهم فرضا يعني. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إذ لم تكن عبادتكم عن أمرنا، ما كنتم إيانا تعبدون أنتم في الحقيقة سواء كانوا عبد الأصنام أو الكواكب أو البشر أو غير ذلك، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون أنتم في الحقيقة ما كنتم تعبدون نحن وإن بل إنما أنتم عبدتم الشيطان لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة، أنتم ما عبدتونا نحن بل عبدتم الشيطان لأنه هو الذي أمركم بهذه العبادة، فكنتم عابديه بالحقيقة بطاعتكم إياه كما يقول إبليس لهم في الخطبة التي يخطبها، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أي نعم.
فأنتم كنتم في الحقيقة يعني هذه الآلهة التي عبدوها اللات والعزة وغيرها من الآلهة يقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يتبرؤون منهم، كنتم تعبدون الشيطان في الحقيقة لأنه الذي أمركم بهذا الشرك بطاعتكم إياه، وكنتم عابدي ما اخترعتم في أوهامكم من أباطيل فاسدة وأمانية كاذبة، كنتم تعبدون هذه الأوهام التي أوهمتموها. أين وقال بعض المفسرين إن هذه الأوثان جمادات وهي لا تنطق، فمن ثم بعضهم ذهب إلى أن هذا مجاز، وبعضهم قال بل ينطقها الله سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء، ما المانع أن ينطقها، أن تنطق فيها وتقول لهم ما كنتم إيانا تعبدون، فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعونها، بدل أن تشفع لهم إذا هي تتبرأ منه وتحملهم مسؤولية هذا الشرك. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنا عن عبادتكم لنا لغافلين، أي الله يعلم أن ما أمرناكم بذلك وما أردنا عبادتكم إيانا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلحت، هنالك في ذلك المقام المدهش حين قطع المواصلة وإنكار الشركاء العبادة، هنالك تبلو كل نفس، كل نفس ما أسلفت، تختبر وتذوق كل نفس ما أسلفت من العمل، فتعاين أثره من قبيح وحسن ورد وقبول، كما يختبر رجل الشيء ويتعرفه ليكتنه حاله، وهذا كقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقوله يوم تبلى السرائر، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، الضمير للذين أشركوا أي هؤلاء المشركون، ردوا إلى الله إلى الله المتولي جزاءهم بالعدل والقسط، وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ضاع عنهم ما افتروه من اختراعاتهم وأصول دينهم ومذهبهم وتوهماتهم الكاذبة وأمانيهم الباطلة، أي ظهر ضياعه وضلاله فلم يبق له أثر فيهم. وفي هذه الآية تبسيط شديد للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم أحوج ما يكونون إلى المعونة. والمشركون أنواع وأقسام، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه وبين أحوالهم ورد عليهم أتم رد. ثم احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده، بقوله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، ألزمهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة والألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض بالإمطار والإمداد، وهل يمكن إلا ممن له التصرف العام فيهنا، هل يمكن أن يصدر هذا الرزق إلا ممن يملك ما في السماوات وما في الأرض وهو الله سبحانه وتعالى؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سوي عليه من الفطرة العجيبة، كقوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ومن يخرج الحي من الميت، يخرج الحي النسمة من النطفة أو الطيرة من البيضة أو السنبلة من الحب، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كأن يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الطائر، وقيل المراد أن يخرج المؤمن من الكافر أو الكافر من المؤمن، تفسير آخر ومن يخرج الحي من الميت، من يخرج الإنسان الرجل المؤمن من الميت يعني من ظهر أب كافر، ويخرج الميت من الحي ويكون الأب صالحا ثم يخرج منه من صلبه ولد كافر ميت، فالحياة هنا والموت باعتبار الإيماني والكفري. ومن يدبر الأمر يعني من يلي تدبير أمر العالم كله، بيده ملكوت كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص، ومن يدبر الأمر يعني ما تقدم آنفا وكل الأمور، فسيقولون الله إذ لا مجال للمكابرة لغاية وضوحه، فسيقولون الله، ولم يقل تبارك وتعالى
يعني كل ما يرزقهم قالوا مثلا الله، لكن قال فسيقولون الله، ألزمهم بهذا الجواب. لماذا؟ لأنهم قطعا لا يملكون إلا هذا الجواب لغاية الوضوح في هذه الحقيقة أن هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فسيقولون الله. ولم يترك لهم مجال أن يقولهم. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا بخلاف هذا الجواب فلن يكون هذا إلا عن مكابرة، وليس هذا التفسير إلا المكابرة. لماذا؟ لغاية وضوح هذه الحقيقة، فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون بعد اعترافكم أنه لا يملك هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى، أفلا تتقون وتخافون من غضبه لعبادة غيره اتباعا للهوى؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فذلكم إشارة إلى من هذه قدرته وإلى من هذه أفعاله سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق، أي الثابت وحدانيته ثباتا لا ريب فيه لمن حقق النظر. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني لا توجد مرتبة متوسطة بين الحق والباطل أو الضلال، لا يوجد يعني منطقة متوسطة بين الأبيض والأسود، إما حق وإما باطل، لا يوجد هناك منطقة يعني محايدة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني أن الحق والضلال لا واسطة بينهما، فمن تخطى الحق وقع في الضلال. أي فما بعد حقية ربوبيته إلا بطلان ربوبية ما سواه وعبادة غيره انفرادا أو شركة. فأنى تصرفون، أنى تصرفون عن الحق الذي هو التوحيد إلى الضلال الذي هو الشرك، وأنتم تعترفون بأنه الخالق لكل شيء. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي ثبت حكمه، لأن كلمة الحق يعني فيها معنى الثبات. كذلك حقت كلمة ربك، أي ثبت حكمه وقضاؤه على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى في هذا الكفر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. من يعرف كلمة أنهم لا يؤمنون؟ تتريثوا وتأملوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أي صدق بدل منا؟ صحيح، هذه بدل من كلمة إيه؟ كلمة أنهم لا يؤمنون بدل من قوله تعالى كلمة ربك. يعني كذلك حقت كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، فكلمة الله هي قطره عز وجل بأنهم لا يؤمنون، يعني حق عليهم انتفاء الإيمان، حق عليهم انتفاء الإيمان، وعلم الله سبحانه وتعالى منهم ذلك. أي نعم. أو أراد بالكلمة العبة بالعذاب. كذلك حقت كلمة ربك، يعني وعد الله سبحانه وتعالى بأنهم سوف يعذبون. وطبعا سبق من قبل أن ذكرنا أن الأصل في تفسير مثل هذا الموضع، ولكن حق القول مني أو حقت كلمة ربك، أنها إشارة إلى قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا يكون بقوله تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وقوله تعالى أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. نعم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، ولم يقل عليهم، وقد مر ذكرهم فيما قبل، لكن قال يعني أظهر وضع يعني موضع الضمير وضع مظهرا، وهو قوله الذين فسقوا للإشعار بالعلية، يعني علية هذا الوعيد كونهم فسقوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. والفسق هنا التمرد بالكفر، فآل الكلام إلى أن كلمة العذاب حقت عليهم لتمردهم في كفرهم ولأنهم لا يؤمنون، وهو تكرار. ثم احتج أيضا على حقية التوحيد وبطلان الشرك بما هو من قطائده عز وجل من بدء الخلق وإعادته، فقال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هل يوجد أحد هذه الآلهة التي تشركون بها مع الله سبحانه وتعالى من يبدأ الخلق من النطفة ويجعل فيه الروح ليتعرف إليه ويستعمله أعماله
ثم يحييه يوم القيامة ليجزيه بما أسلف في الأيام الخالية. وإنما نظمت الإعادة في سلك الاحتجاج مع عدم اعترافهم بها إيذانا بظهور برهانها للأدلة القائمة عليها سمعا وعقلا. يعني نظمت الإعادة وهي قوله تعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده في سلك الاحتجاج مع أنهم لا يعترفون بذلك إيذانا بظهور برهانها للأدلة القائمة على الإعادة والبعث والنشور سمعا وعقلا، وأن إنكارها مكافرة وعناد لا يلتفت إليه وإسعار بتلازم الذات لإعادة وجودا وعدما. يعني كنتم تفكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، فليس لكم عذر أبدا في أن تجحدوا أنه يعيد الخلق، لأن الذي يبدأ على يقدر على الإبداء قادر بطريق الأولى على أن يعيده. فاعترافكم بأنه الذي بدأكم يستلزم أن تعترفوا بأنه هو الذي يعيدكم ويبعثكم سبحانه وتعالى. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبين لهم من يفعل ذلك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أمره أن يبين لهم. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، كيف تصرفون إلى عبادة غيرك مع عجز هذا الغير عما ذكر. هل الأصنام أو الآلهة التي تعبد من دون الله تبدأ الخلق أو تقدر على إعادة الخلق؟ كلا. واضح؟ فأن تؤفكون يعني كيف تصرفون إلى عبادة غيره ممن لا يقدر على ما يقدر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم احتج عليهم أيضا إفحاما إثر إفحام بقوله سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني يهدي الحق بوجه من الوجوه كبعثة الرسل وإيتاء العقل وتنفير النظر في آيات الكون والتوفيق للتدبر، يعني الله سبحانه وتعالى هذا الخلق إلى الحق لأنه إلههم ومليكهم هداهم من الحق بوجوه عديدة، فهو الذي بعث الرسل ليهدوا ويوضحوا ويبينوا، وهو الذي أعطاهم العقل كي يستعملوا هذه العقول في الاهتداء إلى التوحيد، وهو الذي بث لهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم كي يعملوا عقولهم ويتفكروا في هذه الآيات ويستدلوا بها على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وفقهم وخلق فيهم القدرة كي يتدبروا في هذه الآيات ويصلوا إلى توحيده عز وجل. قل الله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هل يعني احد من شركائكم القدره على الهداء الى الحق كما فعل الله سبحانه وتعالى في هذه الوجوه وغيرها؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي للحق الذي هو الله سبحانه وتعالى احق ان يتبع يعبد ويطاع امن لا يهدي الا ان يهدى امن لا يهدي الا ان يهديه الله سبحانه وتعالى. نزل منزله من يعقل لابحامهم، فمن يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، يعني هل الله سبحانه وتعالى حق أن يعبد ويطاع أم هذه الأوثان وهذه الشركاء التي لا يمكن لها أن تهتدي إلا أن يهديها الله؟ كيف يهديها الله وهي جماد يحييها يخلق فيها الروح تصبح مكلفة ويهديها الله سبحانه وتعالى إلى الحق؟ فانظر يعني كيف يتصور أن مثل هذه الآلهة تعبد من دون الله وهي أيضا أصلا يعني عاجزة عن هداية معبودية الحق، هي ليس عندها خبر أصلا بعباد أحجار لا تسمع ولا يعني تملك نفعا ولا ضرا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. قيل معناه أمن لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن ينقل، أما لا يهدي إلا أن يهدى قالوا معناه ينقل مكانه لا يستطيع يتحرك حتى يأتي من يحركه وينقله، أو لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حال إلى أن يجعله حيوانا مكلفا فيهديه يخلق في الروح ويعطي العقل ثم يهديه إلى الحق. إذا كان هذا سأل المخلوق ده يعني هذا دليل واضح على أن الإنسان نفسه العاقل الذي أوتي العقل
اكمل من هذا الجمال، واضح من هذا الوجه، باعتبار يعني اذا كان هذا الاله المعبود الذي وصفنا مثلا من خشب او من حجر او غير ذلك، هو نفسه لا يستطيع يعني ان يهدي نفسه الا ان يهديه الله، كيف يهدي الله؟ يحتاج الى ان يترقى اولا الى مستوى من يعبده، يترقى من كونه خشبا او حجرا الى ان يصبح كائنا حيا، ثم تغفير روح، ثم يكون كائن الحياة مكلفا، يعني ايه؟ عاقلا كبني يعني ادم عاقل، واضح؟ ثم يخلق الله سبحانه وتعالى فيه إرادة الهداية، فإنه يعني من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لا يهدى الإنسان إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فانظر يعني إن بهذه الكيفية يتضح لنا أن العابدين أفضل من المعبودين، أفضل من الأنداد والأوثان المعبودة، واضح؟ فإن العابدين أكمل حالا منهم، لأنهم أحياء لهم أرواح ولهم عقول، ولا يهتدون إلا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قرئ أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وقرئ أمن لا يهدي إلا أن أمن لا يهدي إلا أن يهدى. نعم. والعرب تقول يهدي بمعنى يهتدي، يقال هديته فهدي أي اهتدى. فما لكم كيف تحكمون، فما لكم ما أعرابها؟ نعطي لكم فرصة، فما لكم كيف تحكمون، كلمة فما لكم ما أعرابها؟ ماذا أصول استفهام تقديرة حاجة رعتنا في الاستفهام تجمع صيغة الاستفهام، لما نقول مثلا أين علي؟ تفضل ثاني مبتدا ايه؟ طب المبتدا مقدم، المبتدا على طول مقدم، الاصل في المبتدا مقدم، لكن انت عكست تقصد يعني اجابتك فيها مبتدا تعجل، فما لكم دي جمله اسميه مبتدا وخبر، فين المبتدا؟ فما لكم، لا فما لكم هنا من الترتيب طبيعي، فما لكم ما لكم مبتدا وخبر، ما مبتدا ولكم ايه؟ خبر، ما ينفعش نقول لكم مبتدأ في الجملة. طيب فما لكم مبتدأ وخبر وللاستفهام وللإنكار والتعجب، فما لكم يعني أي شيء لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أنفسهم فضلا عن هداية غيرهم شركاء، يعني ماذا تتوقعون وماذا يصير لكم وماذا تجنون إذا كنتم تعبدون من هم أكمل حالا منكم، واضح؟ أي نعم. وهذه الآلهة عاجزة عن هداية أنفسها فضلا عن أن تهدي غيرها، كيف تحكمون مستأنف، أي كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وما يتبع أكثرهم أي في اعتقادهم ألوهية الأصنام إلا ظنا اعتقادا غير مستند لبرهان بل لخيالات فارغة وأقيسة فاسدة، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، والمراد بالأكثر هنا الجميع، المراد بالأكثر هنا الجميع، انتبهوا لهذا، وما يتبع أكثرهم يعني جميعهم إلا ظن إلا خيالات فارغة وأقيسة فاسدة، إن الظن لا يبني من الحق شيئا أي من العلم والاعتقاد الحق شيئا أي من الإغناء، إن الله عليم بما يفعلون وعيد على اتباعهم الظن وإعراضهم عن البرهان. ثم يلفت الرازي رحمه الله النظر الى وجود ارتباط وثيق في القرآن الكريم بين آية الخلق وآية الهداية، لأن القرآن يقرن للخلق اولا ثم يثني بذكر الهداية على انهما من خصائص الله سبحانه وتعالى. يقول الرازي في هذه الآية: اعلم ان الاستدلال على وجود الصانع بالخلق اولا ثم بالهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن الكريم، لأن الناس يقول قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى يؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون،
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يقول الاستدلال على وجود الصانع في الخلق أولا ثم بالهداية ثانية عادة مضطردة في القرآن. فحكى الله تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال الذي خلقني فهو يهدين. لا يخلق إلا الله ولا يهدي إلا الله. الذي خلقني فهو بعد ما يخلقني يهديني. الذي خلقني فهو يهديني. وعن موسى عليه السلام من يتذكر الآية في سورة طه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الخلق ثم الهداية. وهو في الحقيقة دليل شريف لأن الإنسان له جسد وروح. ولسه الاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو استدلال بإيه؟ بالخلق. وفي الاستدلال بأحوال الروح هو الإيه؟ الهداية. فهنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى وهو قوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية. والمقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح. حصول الهداية للروح كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجكم بطون أمهاتكم هذا الجسد. ثم بعد ذلك إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تعقلون بها لعلكم تشكرون. وهذا كان كالتصريح بأنه تعالى إنما خلق الجسد وإنما أعطى الحواس لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلوم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا خلق الجسد. أما خلق أدوات الهداية فيسير إليه قوله وجعل لكم بعد ذلك بعدما كنتم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة لعلكم تذكرون. نعم. يقول فالأحوال الجسدية خفيفة يرجع حاصلها إلى الانتباه بذوق شيء من الطعوم. الأحوال الجسدية متعلقة بالحواس الأمور المحسوسة. مثلا اللسان يدرك الذوق هذا مر هذا حلو هذا حامض هذا كذا فهي الأشياء الحسية المنوسة ذلك اللمس. أما الأحوال الروحانية والمعارف الإلهية فإنها كمالات باقية أبد الآباد مطونة عن الكون والفساد. فعلمنا أن الخلق تبع للهداية والمقصود الأسرى الأعلى هو حصول الهداية. ولاستراب العقول وتشعب الأفكار كانت الهداية وإدراك الحق بإعانته تعالى وحده. والهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق أو عن تحصيل معرفتها. وعلى كل فقد بينا أنها أسرف المراتب وأعلى السعادات وأنها ليست إلا منه تبارك وتعالى. وأما الأصنام يعني هذه أدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى أنه الذي خلق ثم هدى. أما الأصنام فإنها جمادات لا تأثير لها في الدعوة إلى الحق بخلاف الله سبحانه وتعالى ولا في الإرشاد إلى الصدق. فثبت أنه تعالى هو الموصل إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة والمرشد إلى كل الكمالات في النفس والجسد وأن الأصنام لا تأثير لها في شيء من ذلك. وإذا كان كذلك كانت عبادتها أي الأصنام جهلا محضا وتفها صرفا. فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال. ثم بين تعالى حقية هذا الوحي المنزل رجوعا إلى ما افتتحت به السورة من صدق نبوة المنزل عليه صلى الله عليه وسلم ودلائلها في آيات الله الكونية والمنبئة عن عظيم قدرته ودليل عنايته بهداية بريته. فقال عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ترى أن هذا شيء ممتنع هذا لا يمكن أن يقع أبدا. لا يوجد أبدا أي احتمال أن يكون هذا القرآن مفترا لم ينزل من عند الله. ما ينبغي له ذلك وما يليق به وما يقع هذا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله لامتناع ذلك إذ ليس لمن دونه تعالى كمال قدرته التي لها عموم الإعجاز لأنه كلام الله عز وجل ولأنه
يعني معجزة تدل على صدق نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكون غير الله أو من هو دون الله يقدر على هذه المعجزة ينفي كونها معجزة، ولذلك تحداه الله سبحانه وتعالى كما سنرى عما قريب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وفي الحقيقة يعني نحن تعودنا أن نتلو أمثال هذه الآيات الكريمات في موضوع التحدي بإعجاز القرآن، لكن قل من يعطي قضية إعجاز القرآن الاهتمام الواجب الذي ينبغي له. يعني كلنا ولله الحمد نؤمن إيمانا عاما بأن القرآن هو المعجزة الخالدة والعظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قليل منا من يعني يتفرغ ويعطي جهدا كما ينبغي لدراسة هذه القضية حتى لا يكون كلامه في إعجاز القرآن عبارة عن تقليد أو أمور نستسهلها الآن، لأن أغلبنا يستسهل أن يقرأ إعجاز القرآن في القضايا الصفات العلمية وكذا وكذا، مما هو ليس في القوة في قوة ما سبق من جهود العلماء من السلف والخلف في الإفصاح عن إعجاز القرآن الكريم. فالمفروض أن كل واحد منا يعني طلبة العلم بالذات يعني أنه إذا قيل له دلل على إعجاز القرآن، المفروض هذا يحفظها كاسمه. إذا قيل لك دلل على إعجاز القرآن، أنت أمام رجل مثلا كافر ومطالب بأن تقيم له الحجة على أن القرآن معجزة. معنى أن تقيم الحجة أن تدلل على ذلك وأن ترد على كل شبهة في ذلك ولا تترك له مدفعا، بحيث لا يبقى أمام هذا الكافر إلا المكابرة فقط. إذا أصر على كفره تكون مكابرا معاندا لا عن شبهة ولا عن قصور في إقامة الحجة عليه. فقضية إعجاز القرآن من القضايا المهمة جدا والتي ينبغي أن تدرس سواء في جانب وبالذات في قضايا العقيدة، لأننا هذه أجلى وأعظم آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هي المعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يعني ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله أمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إليه. فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن المعجزة دائما معجزة علمية دائما وليس معجزة حسية ظهرت ثم لم يعينها إلا من رآها، كفق البحر مثلا لموسى بالعصا أو إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، غير ذلك من المعجزات. لا، دي معجزة قائمة وباقية، فنلاقي هي إعجاز قائم الآن حتى هذه اللحظة وإلى أن تنتهي هذه الدنيا، وأن الحجة بالقرآن قائمة على كل مخلوق على ظهر الأرض. فهل من ينتسبون، لا أقول الإسلام، أقول إلى طلبة العلم، إلى العلم، هل هم أتقنوا هذه المسألة؟ أنت مسؤول عن هذا، أنت مسؤول عن أن تتقن كيف تدلل على إعجاز القرآن الكريم. فأنت تقول القرآن معجزة، طيب تثبت لي كيف أنه معجزة، كيف بالأدلة على ذلك، أعطيني بحثا في هذا. فإذا هذا يعني هذه لفتة عابرة نلفت انتباه الإخوة لخطورة هذه القضية، أنهم يهتمون بدراسة كيفية التدليل على إعجاز القرآن الكريم. فهذا بلا شك يفتح بابا عظيما جدا من ابواب التامل في كلام الله سبحانه وتعالى، وتوجد كثير من المؤلفات كذلك في القديم والحديث. فهذا يعني لفته عابره الى ان ياتي وقت اخر ان شاء الله ان نفصل في هذه القضيه، او ان الى ان يعني تقوموا انتم بهذا الواجب وتجتهدوا في دراسه اعجاز القران الكريم، فستصل لمرحله اذا وقف امامك عنيد قسيس حاقام يهودي مشرك وثني مادي ملحد وقلت له القران معجزه، لابد أن تدلل على ذلك. هو لم يكتفي بأن تقول القرآن معجزة، لا، لابد أن تأتي بالأدلة على هذا الإعجاز. واضح؟ أي نعم. يقول عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لامتناع ذلك، لأن من دون الله سبحانه وتعالى ليس له كمال قدرة الله التي لها عموم الإعجاز، لأن هذا القرآن من عند الله. هل يقوى المخلوق على أن يضاهي كلام الخالق؟ هذا مستحيل، لا كان، لا ينبغي، ما يقع أبدا. نعم، ولكن تطبيق الذي بين يديه، يعني هذا القرآن أتى مصدقا للتوراة والإنجيل والزبور. في ماذا صدقه؟ في التوحيد وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب. أي نعم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تطبيق الذي بين يديه، تطبيق منصوب على انه خبر كان او هو علة لمحذوف، يعني انزله تصديق الذي بين يديه، وقرئ بالرفع خبرا لمحذوف اي هو تصديق الذي بين يديه، اي وبذلك يتعين كونه من الله تعالى. لان يعني القرآن الكريم اذا كان يصدق ما في الكتب السابقة، واضح،
فهذا يتعين كونه نازلا من عند الله سبحانه وتعالى لأنه لم يقرأها، لأن الرسول عليه السلام لم يقرأ هذه الكتب السابقة لأنه أمي ولم يجالس أهلها، ومع ذلك لأن الكلام الذي جاء به خرج من نفس المكتة التي خرج بها التوراة منها التوراة والإنجيل، فذلك طبق بعض هذه الكتب بعضا، وهذا يعني مضطرب كما هو معلوم، يعني ورقة بن نوفل لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه في سورة العلق قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، هذا الناموس الوحي الذي أنزل الله على موسى، فأنظر كيف ربط بين القرآن وبين موسى عليه السلام. كذلك النجاشي لما قرأ جعفر بن طالب رضي الله تعالى عنه عليه سورة مريم قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مكة واحدة، فيخرج من منبع واحد، واضح هنا. وتفصيل الكتاب أي وتبيين ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع. إذا كلمة الكتاب هنا معناها إلى تفصيل الكتاب تماما، ومعناها مثل قوله تعالى كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله عليكم؟ حكم الله عليكم، حكم الله عليكم. فإذا الكتاب هنا اقضي بيننا بكتاب الله، بكتاب الله يعني بحكم الله. وتفصيل الكتاب أي وتبيين الكتاب يعني ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع من قوله مثل قوله كتاب الله عليكم، كما قال علي رضي الله عنه في القرآن الكريم فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم لا ريب فيه من رب العالمين، أي هذا الكتاب منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين أخبار أخرى لما قبلها. قال أبو السعود ومساق الآية بعد المنع من اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه، صحيح كما قلت من قبل لو تأملتم معاني التفسير لما أخطأتم في حفظ الآيات. لماذا؟ انظر تسلسل طبيعي للآيات الكريمة، الآيات السابقة فيها إيه؟ فيها قوله تعالى وما يستمع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون، فهذه الآية تمنع من اتباع الظن. ثم الآية التي بعدها توجب تبين ما يجب اتباع، إذا كان الإنسان يذم لأنه يتبع الظن، وإذا كنا ممنوعين من اتباع الظن فإننا على الجهة الأخرى مأمورين باتباع الحق الذي لا ريب فيه فهو القرآن الكريم. ولذلك جاء بعد قوله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليس كالظن الذي سبق ذكره آنفا، وإنما هو لا ريب فيه ولا شك في كونه منزلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراه، يعني هم لا يكتفون فقط بالكفر بالقرآن الكريم بل يضيفون إلى ذلك ما هو أفظع، إنهم يزعمون أن محمدا عليه السلام افتراه، فهم كذبوا بالحق ثم أيضا يعني كذبوا بالحق ثم زعموا أن الرسول عليه السلام افتراء. أنا شك أن هذه أعظم وأفظع، ولذلك أضرب عنها، أين الإضراب؟ أم يقولون افتراء، أين الإضراب؟ إضراب يكون بإيه؟ حرف الإضراب إيه؟ بل تفصيلا هنا أي نعم، يبقى أم هنا كما يقول تفصيلنا إيه؟ أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، فمعنى هذا أن كلمة أم نفككها فتساوي إيه؟ بل آ، بل آ، واضح؟ هذا معنى أم، فهو فيها معنى إضراب، بل آ يقولون افتراه، نعم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ يعني بل آ يقولون افتراه؟ فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند الجمهور، والهمزة للإنكار، يعني ما كان ينبغي ذلك، ما كان ينبغي أن يقولوا افتراء. نعم. وقيل أيقرون به بعد ما بينا من حقيقته أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة مثله، إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الافتراء بسورة مثله في البلاغة، ما دام هو بشر الذي قال هذا القرآن وبشر هو الذي ألفه
خلاص ده المسألة مسألة يعني الشراء. اشتروا أنتم أيضا وأتوا بصورة من مثله. اشتروا أنتم أيضا وهاتوا صورة لكي تكون مثله في البلاغة ما دام المصدر هو الشراء. فهذا تحدي، هذا تحدي له. إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا على وجه الشراء الذي تزعمون بصورة مثله في البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى. فأنتم مثل في العربية والفصاحة، بكم يضرب المثل في الفصاحة والبلاغة، وأنتم أشد تمرنا في النظم، فأتوا بصورة مثله. تحدي وادعوا، ليس هذا فحسب، إن عجزتم عن ذلك استعينوا بمن استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوا من دونه تعالى ما استطعتم من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله. إن صدقتم في أن اختلقتم فإنه لا يقدر عليه أحد. والحقيقة هذه الآية من وأمثالها فعلا من الآيات التي ينبغي أن ننفق يعني ما استطعنا من أعمالنا في تدبرها. هذا التحدي لا يليق بواحد منا ونحن طلبة علم ونلتفت إلى الدعوة السلفية ولا التوحيد وإلى كذا، أن لا نعرف يعني كيف ندلل على دلالات هذا التحدي. تحدي. طيب إذا فينا لواحد منا ما يوجه الإعجاز في يعني القرآن الكريم ولم يستطع، سواء عبارة عن يعني يكون مقصرا في تأمل وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد أن هذا يكون عنوانا لبحوث طويلة ينفق الإنسان فيها عمره يعني جزءا لا غير يسير من عمره، كي يعرف كيف أوجه الإعجاز في القرآن الكريم والتي بلغت تحدي بها مثل هذه القوة كما يعني ترونها. أين وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال أبو السعود وإخراجه سبحانه من حكم الدعاء، يعني هنا دعاهم إلى أن يفعلوا شيئا معينا على سبيل التحدي، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني ادعوا من استطعتم لكن لا تدعون الله. واضح؟ فأخرج الله سبحانه وتعالى من ايه؟ من الدعاء إلى هذا التحدي للتنصيص على براءتهم منه تعالى، لأنهم ليسوا من الله في شيء وليس الله منهم في شيء، وليس لهم أن يقول نحن سندعو الله وسوف نستعين بالله على الكفر بكتاب الله. للتنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عدوة المضادة والمشاقة، لأنكم أنتم في شق ويعني الإسلام والسؤال في شق آخر في جانب آخر مباين وفي براءة وانفصال، فالله سبحانه وتعالى بريء منكم كما أنتم بريئون من يعني هذا من الله سبحانه وتعالى، فأنتم في جهة معادية ومضادة ومشاقة ومحادة لله سبحانه وتعالى، فالله بريء منكم وأنتم بريئون منه، بحيث ليس لكم أن تقولوا نحن سندعو الله. لذلك قال لهم إيه؟ قل فأتوا بسورة مثل وادعوا من استطعتم من دون الله، ها إن كنتم صادقين.